إذن بشأن ملف التصعيد الحاصل في الضفة الغربية، معنا هاتفيا من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي. مرحبا بكم. إذن ما دلالات هذا التصعيد غير المسبوق للعمليات الفلسطينية التي تستهدف العمق الصهيوني، وما تداعيات على تل أبيب التي باتت في وضع حرج؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة اليوم يعني تصعيد المقاومة الفلسطينية هو يأتي في إطار الرد والدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل والاقتحامات اليومية لجنود الاحتلال لمدن الضفة الغربية المحتلة. هذا الدفاع يأتي في إطار القانون الدولي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا مواجهة سياسة الاستيطان والتهويد التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي حقيقة يعني في اليوم والأمس هذه العمليات وأيضا الرد الفلسطيني على العدوان الإسرائيلي أربك حسابات الاحتلال الإسرائيلي. لم يكن الاحتلال وبحسب المصادر الإسرائيلية لم يكن على أن يتوقع ما جرى في جنين وما جرى بالأمس أيضا، وبالتالي أربكت هذه العمليات الفلسطينية أربكت حسابات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يفسر حقيقة اليوم هذه الجريمة الجبانة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في مدينة جنين باستهداف 3 من المقاومين بمسيرة عن طريق مسيرة. هذا يعني يعكس حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك حجم التكلفة الكبيرة والباهظة لأي اقتحام بعد أي اقتحام لمدن الضفة الغربية المحتلة، وسيكون هناك خسائر بشرية لهذا الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي يعني اليوم تصاعد المقاومة الفلسطيني أربكت حسابات الاحتلال الإسرائيلي، وهي رد طبيعي على هذه الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا. طيب، يعني برأيك هل ستلجأ حكومة نتنياهو إلى الشروع بعملية عسكرية واسعة بعد نشرها تعزيزات عسكرية في الضفة، أم أنها ستقتصر على عمليات محددة؟ لا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة هو قادر على أن يشن حملة عسكرية. الاعترافات الإسرائيلية بالأمس عاملة حول عملية أو الكمين المحكم الذي جرى في جنين واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة من قبل المقاومة الفلسطينية، عدم وجود معلومات كاملة لدى الاحتلال الإسرائيلي عن تحركات وتطورات يعني قدرة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة. هناك حسابات لهذا الاحتلال، لكن اليوم يعني من خلال هذه الجريمة مساء هذا اليوم باغتيال 3 من أبناء شعبنا الفلسطيني، هو يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يوصل رسالة للجمهور الإسرائيلي أنه استطاع يعني أنه يعني يخرج بصورة المنتصر. لكن حقيقة هذا يعكس يعني استخدام المسيرة في عملية الاغتيال، هذا يعكس أن هناك الاحتلال يخشى من أن تكون هناك تكلفة بشرية كبيرة في أي عدوان عسكري بري على شعبنا الفلسطيني أو حملة عسكرية في الضفة الغربية المحتلة. ولكن اليوم حقيقة نحن أمام تطور لقدرات المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا سينعكس على الحسابات الأمنية والعسكرية والسياسية داخل الاحتلال الإسرائيلي، وما جرى في اليومين الماضيين من تصاعد للمقاومة أربك حسابات الاحتلال الإسرائيلي. برأيك كيف أسهم دور اليمين الصهيوني المتطرف في حكومة نتنياهو في هذا التصعيد الجاري الآن ضد الفلسطينيين؟ نعم، حقيقة نحن أمام حكومة يمينية متطرفة. يعني اليوم المجتمع الإسرائيلي ربما هناك يعني خلافات سياسية بين الأحزاب بين اليمين واليسار الإسرائيلي، لكن هم يتفقون جميعا على العدوان على شعبنا الفلسطيني. الحكومة اليمينية اليوم هي تدعم المستوطنين، والتصريحات بالأمس يعني اليمين المتطرف عندما دعا إلى تسليح المستوطنين، وشاهدنا يعني كيف كان هناك يعني مئات المستوطنين بالأمس اقتحموا اعتدوا على أبناء شعبنا في مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية في جنين ونابلس وبيت لحم، كيف أحرقوا المنازل الفلسطينية والمزارع واعتدوا على المركبات المواطنين، وكان هناك شهداء من أبناء شعبنا جراء اعتداء المستوطنين. لا شك اليوم هذه الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان وتدعم الاستيطان، وكل يوم تكون هناك قرارات من هذه الحكومة لبناء مئات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. والضفة الغربية المحتلة وأراضي 67 ضمن القانون الدولي هي تعتبر أراضي محتلة، وهناك العديد من القرارات الدولية التي يعني ترفض الاستيطان. وبالتالي اليوم شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يواجه المستوطنين هو يواجه هذه المستوطنات وسياسة التحويض ضمن ما يسمى القانون الدولي. وبالتالي المجتمع الدولي مطالب بأن يوقف أن يضع حد لهذه الجرائم وهذه السياسات العدوانية ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية، ووقف سياسة التهويد والاستيطان
والتدنيس لمقدساتنا الإسلامية المسيحية في فلسطين. من أمستردام متحدث باسم حملة مواجهة قانون القومي الإسرائيلية ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك.